كذلك انهزم موناكو امام نظيره فورتونا دوسلدورف الالماني بهدفين لثلاثة في ثاني مباراة تحضيرية للنادي الفرنسي قبل انطلاق الموسم الجديد. اصحاب الارض كانوا سباقين الى التهديف عبر ريزيكو في الدقيقة 22، وضاعف بعدها ويغام النتيجة في الدقيقة 44، ثم عاد ريزينجر ليضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء. بعدها بثلاث دقائق فقط تمكن الكولومبي رودريغيز من تقليص الفارق لموناكو قبل أن يسجل مواطنه رادامال فالكاو الهدف الثاني لفريقه والأول له مع فريقه الجديد في الدقيقة 82.